Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. أيها الحضور الكريم، أنا محظوظ على كل للحضور في مركز ديال قائد وطني، قائد سياسي اللي هو محمد بن الحسن الوزاني، من القادة اللي يكونوا الحركة الوطنية المغربية من بداية من أواخر العشرينات. وعلى كل أنا بالنسبة لي خديت واحد العدد الكتب ديال قريت واحد العدد الكتب اللي كتبها مرحوم الوزاني، وكذلك تبعت كل أحداث اللي كانت فاسمو دزت منها الحركة الوطنية، وكتبت على قضية ديالو أن كنت تنلاحظوا وانه الحركه الوطنيه او النواه الاولى ديال الاحزاب السياسيه كانت سابقه من الناس اللي قادوا في المرحله هو محمد بن الحسن الوزاني وعلا الفاسي ومجموعه الوطنيين اللي كانوا ديك الساعه في الثلاثينات باش يكونوا الكتله الوطنيه انذاك وكونوا النظام السياسي ذلك الفترة، وقدموا أول عمل ما قدموا وقدموا قضية ديال الظهير البربري، وهو اللي أعطى إمكانية هذيك الفترة للحركة الوطنية اللي كانت تجتمع في المساجد ولا تجتمع في أماكن اللي كان في هذيك الفترة ما كانت عندها إمكانيات باش تعبر على نفسها في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات. وكانوا هادو هما اللي كانوا في هذيك الفترة قدموا وثيقة الإصلاحات في هذيك الفترة، ولكن الاشتراكيين اللي كانوا تساندوهم في هذيك الفترة ما كانوش جديين في هذا الميدان وما حققوا هذا، وفي هذيك الفترة فكروا في هذيك الفترة باش يتصلوا بمحمد بن يوسف آنذاك. ومحمد بن يوسف كان تعيين من أصغر أولاد مولاي يوسف في هذيك الفترة، وكانوا الفرنسيين غرضهم ويربيوه على نفسه. كان ديك الساعة الحركة الوطنية هي اللي مشات وارتبطت محمد الخامس، إما بمظاهرات وقعت في فاس من اللي جاز، إما كذلك باش يقرروا يديروا عيد العرش 33، عيد العرش اللي كانوا الحركة الوطنية اللي كان فيها اسمو الجناح ديال الحزب الوطني وجناح ديال القوميين اللي كانوا بالاسف ما كناش متحمسين لهذاك الانشقاق اللي كان في هذيك الفتره، ولكن كان خلاف وجهه نظر في هذيك الفتره. على كل اللي كان الحسن الوزاني او حزب كان حزب القوميين انذاك، وفي نفس الوقت حزب الوطني اللي اصبح من بعد وثيقه الاستقلال حزب الاستقلال. طبعا كذلك تبعت احداث كلها اللي كان، وكان عندي مقترحات لانه تنلاحظ ان النخبه ما كانت في المستوى هذيك الساعه، لان هذاك التحالف اللي كان في هذيك الفتره كان يكون تحالف برنامجي ماشي تحالف البيعه، ولهذا فجت محطات كلها اللي كانت واحد الفتره فوقت اللي تنعتبرو مرحلة مهمة جدا من نهوض الحركة الوطنية في أواخر في بداية الخمسينات. فهاد غيوم جوان وغيوم في هذيك الفترة كان القمع الشرس، وكان تدخلت الجامعة العربية باش يوحدوا الأطراف اسمو اللي كانوا متفرقين في هذيك الفترة 51، تكونت وثيقة اللي وقع ديك الساعة من حزب الاستقلال على الفاسي، حزب الشرع والاستقلال الحسن الوزاني، حزب الإصلاح في تطوان التوريس، وحزب الوحدة،
هذا كيف نصير هذا اسمه فهد الخطار كيفاش كان ديك الساعة العلم ديال مواجهة الحركة الوطنية آنذاك وكنا وكان دائما كان تنعتبروها أنه كان خص وكنطرحت أنا في الكتابات اللي عندي وأنه كان خص بعض الفترة ديال الانفراج السياسي في 54 كان يمكن تكون فرصة ديال الوحدة ديال حزب الشورى ديال حزب الاستقلال باش وكذلك يتصلوا فاش يتصلوا بالملك يديروا واحد المشروع فيه الدستور فيه الاستقلال في عودة الملك إلى عرشه. كانت هذا وجهة نظر اللي كان خصو كان خصو معناها ما يضيع البلاد ما تضيعش توجه التحرير الحقيقي. وهذا اللي يمكن وأنه الحسن الوزاني شخصية كبيرة بالنسبة وطنية عنده صدى كبير على الصعيد الوطني على الصعيد الخارجي وكان تقريبا يستحق تقدير معناه تقديره يستحق نعتبره كرمز من رموز الحركة الوطنية المغربية وشكرا.